السؤال الثاني، لو في مثلا حصل مشاجرة بين جماعة مثلا في الجيرة يعني، ماشي، ففي واحد من ضمنهم مثلا مات يعني، واحد انخبط ومات، انقتل يعني مات، ماشي، فهل دي يعني هيدفعوا دي مثلا، هل دي بيعوز عليك يعني يصوم الشهرين، يصوم الثاني الشهرين اللي هو الكفارة، انت هو قتله يصوم خطأ بيواجب عليه تقصد؟ اللي يصوم الشهرين برضه؟ قتل خطأ، ايوه قتلوا الخطأ، تمام. عليه ايوه صيام شهرين بالعسكر خط وضرب بالعسكر غير الدية. غير الدية. الدية حاجة، طب ما حق بيبقوا كده مثلا العباد، 3 4 ضد. الدية حق العباد، أما صيام الشهرين حق الله سبحانه وتعالى، لأنه قتل نفسا على سبيل الخطأ. ففي عندنا دية حق العباد يتنازلوا فيها، ممكن الناس تقول مش عايزين حاجة، لكن الصيام شهرين متتابعين دول مسألة أخرى، ويقطع التتابع ده طب يقطعه بأيام العيد بس، يعني ويكمل الشهرين، بعد العيد. الشهرين اذا كان تخللهم عيد طب فطر او العيد الكبير بالظبط، يفطرهم. بالظبط، نعم. يفطر وبعد كده يكمل عدد. نعم. لو طب يقدر مثلا يصوم كانوا طبعا. 3 4 مثلا، لو ايه؟ لا طب لو في ثلاثة، طب كانوا 3 4 مثلا بيضربوا وبتاع، المهم يعني ما حدش يعرف، هو كان عارف يعني، هل كلهم يعني الثلاثة قتل ضربوا؟ ثلاثة؟ لا لا، هما بيقولوا يعني كان في خناقة كبيرة. كانت يعني ثلاثة خناقة، أربعة كانوا ومش بيضربوا، عارف مين مين اللي اللي موت. موت؟ مش التلاتة يصوموا يا أو عم الحاج. ممكن واحد يكون في الآخر طب استنى بس، كله صوم. مين اللي هيدفع الدية الأول في الآخر بقى، في القعدة كده لما قعدتوا بقى كده وتحققتم من الموضوع، عرفتوا مين اللي هيدفع الدية؟ العائلة كلها. الأهل وأهله وأهله وأبوه يعني وأمهاته كلهم وأهله من العيلة. التلاتة كلهم من عيلة واحدة؟ اخوات اخواته طيب عيل عمه. الدية بتبقى على العيلة، على العاقلة عموما كده كده يعني، تمام لكن التلاتة يصوموا، تمام الأربعة يصوموا، العشرة يصوموا، كل من شارك في كل من المشاجرة شارك في الاعتداء اشترك. يصوم. نعم تمام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم اللهم آمين وأن اللهم يغفر لهم وأن يتوب عليهم، اللهم آمين يا رب اللهم العالمين. آمين. نعم.